فقدت الساحة الكروية بالمغرب صباح اليوم أحد أعمدتها الأساسية، وذلك بعد وفاة المدرب الوطني القدير مصطفى مديح عن عمر يناهز 62 عاما بعد معاناة مع المرض. وكان الإطار الوطني قد تعرض قبل شهور لوعكة صحية ألزمته الفراشة، كما أجريت له عملية جراحية شهر غشت الماضي قبل أن يداهمه الموت صباح اليوم. وقاد الفقيد المنتخب المغربي كما درب المنتخب الأولمبي في أولمبياد أثينا سنة 2004، وفاز مع نفس المنتخب بذهبية الألعاب الفرنكوفونية بكندا. وأحرز مديح لقب البطولة المغربية مع أولمبيك خوريكا والجيش الملكي، كما توج بلقب كأس العرش مع فارس الفوسفات، فضلا عن خوضه تجارب تدريبية بالخليج. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.